السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة جديدة من حالات السونار اللي بتقابلنا Infected Urethral Remnant، ولأول وهلة أنت لو شفتها ممكن تقول دي كده نيوبلاستيك ماس. تعالى كده واحدة واحدة نتكلم في الموضوع ده للناس اللي لسه ما يعرفوش. ده كان طفل عنده سنتين جاي بريزنتد بديسيوريا. الام قالت ان عنده مشكله في اليورينيشن، عنده مشكله برضو تانية ككونستيبيشن ساعات، يعني بيتالم جامد وهو بيعمل اليورين ويستريح بعديه، ده ممكن يكون سيستايتس. بس خلي بالك في السن الصغير ده نخاف لحسن يكون في ريفلكس زي كوريتيريك ريفلكس، لان دي لو مايلد دي مش مشكله، لكن لو مودريت ديجري وعدت منه سنه ورا الثانيه ممكن تدمر الكلى عن الحيتين. فالكلينيشن بعته لسونار، بصينا على الكليه اليمين الكليه الشمال بالكونفكس which is not enough not enough، لا لازم نستخدم اللينير عشان لو في اي ديتيلز بتبان معانا في النيونيتس الصغيرين ممكن يبقى في فانجل بول عامله مشكله. تمام ان شاء الله اعرضها لكم في حاله ثانيه باذن الله. فالمهم الكيدني على الناحيتين كويسين. طيب اليورينري بلادر شكلها بالكونفكس كويسه، طب ما خلاص، والليفر طبعا والجول بلادر كويسه، اقفل الفحص والسلام عليكم. خلي بالكم الماس اللي كانت موجود مش شايفها بالكونفكس، لان الحاجات دي كلها صغيره، الكونفكس مش مخصص للاطفال الصغيرين دول. فانا لو استخدمت الكونفكس وبس الطفل ده نورمال وشويه ميورال ثيكنينج اسيستنتس وخلاص مع السلامه، او ايفن حتى ان ريماركبل، وهيعالجوا بقى لانه لو في يعني يورين اناسي ابنورماتي وخلاص طبعا هتمس منه حاله زي كده. فاستخدمت اللينير ترانسديوسر، يا نهار ابيض ايه البتاع الغريب الشكل دي، ايه ده، دماس ولا كانسر ولا ايه، اهدى كده شويه واحده واحده. تعال نشوف اولا ده كده بال اس، يعني ده كده انفيريور وده سوبيريور. حلو، يبقى في ماس لايك ليجن موجوده على السوبيريور اسبكت بتاع البلادر. طب ايه دي، هبشه البلادر؟ لا مش هبشاها ولا حاجه، ولا داخله فيها ولا عامله لها انفيجن، والا كان الطفل ده جاله مثلا هيماتوريا ولا حاجه. لا ده بس الول اللي ناحيتها مور ثيكند عن الباقي. المهم هي كده سوبيريور. طب ايه الديل اللي طالع لفوق؟ ده يا جماعه اسمه اليوريكاس، نتكلم عليه ان مينت. جبناها تي اس، هي واخده اكتر الناحيه الشمال، يعني ايه الليفت سوبيريور اسبكت، وده فعلا الوول بتاع البلادر اللي ناحيتها اللي واضح ان هو تخين شويه. فضلت اكمل تي اس، ده هنا الريبتس ابدومينس ماسل طالعه فوق طالعه فوق لغايه لما وصلت لغايه ايه الامبليكس. مفيش مبدئيا تيومر هيبقى سارح يعني بالشكل ده، بيبقى مور فوكال شويه، هتكلم عنه برضو ان امنت. المهم الليجن ده قايس كذا في كذا. مهم بقى في فاسكولاريتي، ولا لو في فاسكولاريتي فعلا الواحد يقلق، لكن اطمنه كلها حواليها ما فيش اي فاسكولاريتي جواها، ده ممكن يكون تاثير العياط يعني ولا حاجه اللي هي موشن ارتيفاكت، بس ما فيش فاسكولاريتي. طب ده كده الوضع مو بام ان، في شويه ايكوجينيك فات حواليها، ده انفلاميشن مو بام ان يعني الايكوجينيك فات مو طام ان، حاجه حلوه. البيري ليجنال فاسكولاريتي برضه مو طام ان، فده فيرلي ديفايند ايزو تو هايبوكوليك ليجن انتمت ريليتد للليفت انترو سوبيريور بلادر وول او انسبرابل منه او اندنتك وات ايفر او اباتنج ايا كان، ما فيهوش فاسكولاريتي، ما فيهوش، خلي بالك بقى الكلمه دي، انترنال كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن ممكن تتشاف في النيوبلازم. لا دي مهمه، هدور على كورس كالسيفيكيشن. ما فيهوش اي سيستيك سبيسز وايس كذا، ومكمل سوبيرير لغايه الامبليكس على اي التراكت. التراكت دي تدخينه، انا حاسس ان فيها كان ريم اوف فلويد موجود جواها. طب يا ام الطفل ده بيجيب بص من غير من الامبليكس؟ لا يا دكتور. طب بيجيب يورين من الامبليكس عشان بيتنت يوريكس؟ لا يا دكتور، بس الامبليكس ما بقى لزق شويه. تمام، ده الكورس بتاع حاجه اسمها يوريكس في الكونجينيتال لايف، اللي بعد كده بتبقى مقفوله، يعني في الكونجينيتال لايف مفتوحه من اول البلادر لغايه مثلا ايه الامبليكال كورد، لكن طبعا بعد ما يتولد بيتقفل ويبقى اسمه ميديان امبليكال ليجمنت. طيب كتبناها للكلينيشن وحطيت البوسيبيليتي ان دي انفكتد يوريكال ريمينانت راذر ذان انها تبقى نيوبلاستيك ماس، فور فولو اب شورت تيرم فولو اب بعد الايه بعد الميديكال ثيرابي، ونشوف يعني راقت ولا ما راقتش، هل هنحتاج بقى سي تي سكان والاي في كونتراست ولا. اسبوعين في عمر التيومرز مش هتعمل اي حاجه، يعني لو كانت
لا قدر الله تيومر، اسبوعين مش تعمل حاجه. لكن اسبوعين في عمر الانفكشن، تعال نشوف الحاله دي بقت ايه. انا 3 اسابيع بصراحه يعني، وجابها تقريبا يا جماعه نير توتال ريزوليوشن. انتوا متخيلين الماس دي والثيكنينج في التراكت ده كل ده بقى ده في خلال جاست 3 اسابيع من الميديكال ثيرابي. عشان كده من البدايه، وده هنا اليورينال بلادر اللي ما كناش شايفينه تمام، بيبقى مور ثيك ناحيه الانفلاميشن تمام، وستيل برضه في شويه يعني ريمننت الايكوجينيك فات. فالايكوجينيك فات حوالين الليجن يرجح الانفلاميشن، البيري فاسكولار او البيري ليجن الهايبريميا ترجح، بالاضافه للسن وباقي الكرايتيريا. ما هو اليوريكاس لزمايلي النواب الصغيرين؟ احنا قلنا اليوريكاس ده كونجينيتال ستراكشر بيتوصل من السوبيريور بول بتاع اليورينال بلادر لغايه الامبليكس في الكونجينيتال لايف. وبعد ما الطفل بيتولد بيبقى فايبرس تيشو ريمننت اسمه ميديان امبليكال ليجمنت. ساعات بيبقى له بعض الابنورماليتيز انه كله يفضل بيتنت في يعني البوست نيتال لايف بقى. ده هيجيب العين ده هيبرزنت بايه الطفل ده؟ يورين ديسشارج من الامبليكس، ده انا متاكد ان الطريق كله بيتنت تمام. او اخر حته هي اللي بيتنت اسمها ايه؟ امبليكال يوريكال ساينس، هتجيب في الحاله دي بص، وهيبقى الحته دي انفلاميشن. ساعات بتشخص انها ام فلايتس يعني انفلاميشن للامبليكس اورس، لكن دي اكشوالي امبليكال يوريكال ساينس. او الحته اللي تحت هي اللي تبقى بيتنت، بس دي مش هتعمل اي مشكله خالص، دي انسيدنتال، اسمها فيزايكو يوريكال دايفرتيكولوم، كانها دايفرتيكولوم مليونير طالع في اي حته، بس المره دي طالع سوبيرو فما بتعملش مشاكل. او يتبقى سيست، دي اشهر حاجه ودي بتعمل مشاكل كتير جدا جدا جدا. هي طبعا من حيث الشهره 1 2 3 4، لكن دي اللي بقابلها كتير، يا اما انسيدنتال سيست يا اما انفكتد سيست. الانفكتد سيست تتشاف كانها سيست وتربت، او تتشاف كانها سوليد كانها كومبلكس ليجن لكنه نون فاسكولار. ده هنا مثال للبيتنت يوريكاس، ده مثال لليوريكال سيست، ده مثال فوق خالص تمام يبقى اليوريكال ساينس، وده كده اليوريكال ايه دايفرتيكولوم تمام. فدي كده القصه بتاعت اليوريكال ريمننس تمام. دي تقريبا حاله احنا رفعناها قبل كده على حته اليوريكال ريمننت او النورمال بتاعه، والطفل ده كان عنده شويه انفلاميشن او احمرار او الاستراكشر ده موجود في الامبليكس، ده متشابهاته اسمها امبليكال جرانيلوما، بتتشاب برضو كتير ايرلي اللايف يعني بعد مثلا اسبوعين ولا حاجه من الامبليكال ستامب لما بيقع. طيب الحاله دي رفعتها على الفيس، طب ما الدنيا حلوه. لا يعني لازم يا جماعه ونخلي بالنا من النقطه دي. انا قلت العلم، تعالوا بقى نقول بقى حاجه اخلاقيه مهمه، بيشنت سيفتي، لازم تكون سيف راديولوجيست. بايوبسي يا سيدي اهدى عليا، لاباروسكوبي اهدى بس عليا، سيستوسكوب سيرجيكال اكس، سي تي ام ار، يمكن دول اخف حاجه اللي هي ايه دي اسمها نون انفيزيف دايجنوستيك ميجرز، لكن دول كلهم اسمهم انفيزيف. ليه يا شباب انتوا بقيتوا اجريسيف الى هذا الحد؟ ما احنا الاول يبقى عندنا نوليدج بعد كده نتصرف. احنا راديولوجي از ذا اي اوف ميديسن، احنا اللي بنشوف احنا اللي بنجايد، فما ينفعش نبقى اجريسيف بالشكل ده، دي اسمها انفيزيف دايجنوستيك تولز، دي نون انفيزيف. طب ما تخش كمان في المور سيف اللي هو الترا ساوند، اسبوعين واعمل له فولو اب، الدنيا بقت ريزوليوتد جدا. لا احتجت بقى كونتراست ميديا نفروتوكسيك اديها للعيان، ولا احتجت راديشن، ولا طبعا عرضته لعمليه ممكن بعد كده تعمل اديشنز او تعمل هيرنيا او ما الى ذلك تمام. بعض الزملاء ليهم حق، ما يمكن يا دكتور يوريكال كارسينوما، اليوريكال كارسينوما بتيجي في سن اكبر شويه بيبقى فيها كالسيفيكيشنز تمام، بيبقى فيها سنترال فاسكولاريتي، ولو عملت الفولو اب بعد الاسبوعين من الميديكال ثيرابي هتلاقيها زي ما هي، لانها مش هت ريزوليوت بشويه ايه انتي بيوتيك وانتي انفلاماتوري ادوكس. فلو سمحتوا اي حاله، الله يكرمكم الله يكرمكم، العيان ده ابني بنتي، العيان ده ابويا امي، تعاملوا معاهم بهذا الحد بهذا الشكل. لذلك هنقرا قبل ما نشتغل براكتس، هنقرا الديتيلز بتاع كل تشخيص، مش هخبط ان هو كارسينوما وانا ما اعرفش اي معلومه عن الكارسينوما، يبقى بهدلت الاهل معايا. الاهل اللي تخيلوا لو ابنهم، وممكن يكون ابنهم الوحيد بريشس بيبي مثلا ولا حاجه، وانت بتقول لهم
حتى لو بالخطا كده وهيثبتوا بعد كده انه انفلاميشن، لكن انت قلت لهم كارسينوما يروحوا فيها، تعبتهم فتره طويله جدا وانفستيجيشن وفي الاخر طلع انفلاميشن. تمام؟ فانا رجحت انها انفكتد يوريكاس من شويه العلم القليل اللي عندي، من شويه قرايه قريت شويه. فلذلك يا شباب الله يكرمكم الله يكرمكم، اقروا قبل ما تشتغلوا في البرايت، ما تستعجلوش، وخليكوا سيف راديولوجيست، استخدم النون انفيزيف تولز الاول، بعد كده الانفيزيف دايجنوستيك تولز، ونون انفيزيف في الاول، استخدم المور سيف الترا ساوند مره ولا مرتين قبل ما تعمل سي تي راديشن ونيفروتوكسيك وكلام من ده، استخدم كل الايمجنج قبل ما تعمل البيوبسي، اعمل ميديكال ترايل قبل السيرجيكال ترايلز. تمام؟ فدي كانت انفكتد يوريكال ريمننت او انفكتد سيست، لكنها ليست يوريكال كارسينوما. الليجن اللي معاه بين، معاه سيستايتس، الليجن اللي ادجيسنت، اللي ادجيسنت له في يورينري بلادر وول ثيكنينج اللي هو الجزء ده، الليجن اللي حواليه هايبريميا ما فيهوش هايبريميا من جواه، اللي حواليه ايكوجينيك فات، تمام، غالبا ده يوريكال ريمننت انفكشن. اما الليجن اللي جاي بهيماتوريا، الليجن اللي جاي في سن كبير، الليجن اللي جواه انترنال كالسيفيكيشن او انترنال فاسكولاريتي، هنا مثلا ليجن دي صوره من النت، ليجن اهو وفي انترنال كالسيفيكيشن وتحت الابدومينال وول فوق اليورينري بلادر، ده كده يوريكال كارسينوما. وانهي نوع بقى؟ طبعا انتوا عارفين ان اليورينري بلادر النوع المشهور للكانسر ترانزيشنال سيل يوريثيليال كارسينوما، والنوع الاقل منه سكويمس لو كان فيه بالهارزيا ريمننت، النوع الاقل منه ادينو كارسينوما السكويمس لو كان بالهرزيزس، والادينو كارسينوما لو كانت على يوريكال ريمننت. بالتوفيق ان شاء الله. معلش ان انا اطلت عليكم في الحاله دي لان انا شفت اجريشن في النصايح. لا، لما تيجي تعمل جايدنس اعملها ساينتفك، اعملها بسيفتي للمريض. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.